الثالثة وين في دوار هيشر الخدمات الصحية المستوصف ولا مركز الرعاية الصحية الأساسية الوجهة الأولى للتونسي كي تبدأ عنده لطف عليكم الناس الكل مشكلة صحية وإلا وعكة صحية. حنان بربيعة تنقلت وكان هذا صدى الخدمات في مستوصف دوار هيشر. على باب الإدارة المنوبة تحديداً هي معتمدية دوار هيشر ومشينا للمستوصف ماهوش كبير جاي في زنقة بجنب المدرسة. احنا توا قدام المستوصف مركز الصحة الأساسية باش نشوفوا المتساكنين في المنطقة هذه كيفاش هي الخدمات الصحية في المستوصف دوار هيشر. شحوالك؟ والله لاباس الحمد لله. كنت في المستوصف؟ كنت في المستوصف. شنو الصحة؟ والله مشيت لهم تويك أنا كما نقولها مشيت للمستوصف الفوقاني اعطوني تحليل نتاع سكر عندي تالي كما قلنا جبت لهم بطاقه المعافى قال لك بطاقه المعافى ما تاكلش يا ولدي ساقي مش تخمر قال لك لا ما تاكلش ما 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 المستوصف تاع دوار هيشر هذا المستوصف تاع دوار هيشر هنا قال لك ما تمشي تجيب لنا جواب اليناسات انا ما عنديش جواب اليناسات اليناسات جواب نتاع الكنام اي انا قلت لهم انا ما عنديش قال لك ما عندكش ما ادفع فلوس قداش فلوس 20000 انا ما عنديش 20000 ملا توش عملت؟ ما عملت هاني مروح ساقي مستخمر ساقي مستخمر لما لحظة بسكر انت مريض سكر انا ايه؟ مريض سكر ساقي مستخمر بسكر لطف عليك وانا كما قلعهم واني مروح وانا مصلت في الرب دي ما تجيل هنا للمستوصفة هي كيفاش الخدمات؟ ها؟ كيفاش الخدمات؟ الخدمات كما قلها انا عيان سيئة خايبة لا عيان ان كان نعرفك ان نخدمك ما نعرفكش لوحك فهمتك ان شاء الله لاباس ما عندك سو مليان المستوصف حاجه نعم مليانه لا انا مش مليان ما فم فارغ مش فارغ يعيشك نهارك زين نهارك زين سلامه صباح الخير عسلامة شحوالك كنت في المستوصف لاباسه لاباس ش عندك هني نعم في التحاليل عدت في المستوصف نعم في التحاليل شنو هي المستوصف الداخل مليان لا شوي مش برشا المستوصف الفقاني عدت فيه وبعد من هنا بعثوك لهوني احكي لي على الخدمات على المستوصف شنو كنت ما نعرفهم مش الحق نتاع ربي وين تجي تتعطل ولا لاباس لا لاباس هاني خدت التحاليل ومروح لا فارغ الحمد لله وشنو هي المستوصف شحواله الداخل والله لاباس والله نضيف ما باهي الناس باهي عايش ربي معاك ربي معاك يا حاج عسلامة شو أحوالك من الإذاعة الوطنية أنا إن شاء الله خير ما شاء الله ما عرفت خير ما عرفت خير إن شاء الله احكي لي على المستوصف يا حاج كيفاش الخدمات لا باهي بصراحة المستوصف أنا كنت قبل عادي في 55 تعب برش نقلوا لي هنا بصراحة يرحم والديهم عجبوني بالدبل ده جيت البارحة عملت تحاليل هاو جبت الدم السكر هاو تو عطاني تحاليل امورهم عملت التحليل البارح اليوم طلعت النتيجه اي هاني خديت تو يرحم والديه ويفسروا لك يفهموك تو كل شيء بالدي بصراحه يرحم والديه انا نشكرهم اما نحكي لك على امور خدمتهم يقيموا الواجب يرحم والديه يعيشك ان شاء الله لاباس ولا ما تقصش المره الاخرى عملت انترفيو في معسات الزيت نتاع حي الزهور قصوا لنا الواحد في الاذاعه الوطنيه ما نقصوا لكش وباش يتعدى كلامك كما هو بخصوص الخدمات على المستوصف الاذاعه الوطنيه اي مرحبا بيك ما نقصوش وما قصيناش عليك واللي قلت الكل تعدى حول الخدمات في المستوصف مركز الصحه الاساسيه في دوار هيشر ولايه منوبه بين باهيه ومرضيه وبين الحاج اللي تعدى معنا في الاول اللي ما قبلوهش وبعثوه باش يسوي وضعيته مع الكنام. هذه كانت على باب الاداره اليوم يا ليليا على باب الإدارة.